انا عايز اقول لكم سبع حاجات الناس اللي بيمارسوا هذا الموضوع عايشين فيها. اول حاجه انهم غير سعداء بحياتهم تماما، لان المرجع بتاعهم جوه النفس، عندهم ضميرهم الديني وجعهم، وحاسين المجتمع نبذهم، عشان كده بيحسوا بشعور بالذنب. الناس الشواذ من اي ناحيه ما بيكونوش طبيعيين، وعشان كده بيصبحوا غير كاملين. حاجه لا يستطيعوا ان يصلوا الى الرضا، واذا فكروا في حياتهم الماضيه يلاقوها سوداء، وحياتهم القادمه سوداء، عشان كده بيلجأوا للانتحار. انا بقول لكم نحن لا نكره الخطاه بل نكره الخطيه، عشان كده اذا جاء قال لك اصل في واحد من دول بيشتغل قسيس، مش في مصر يعني، او بتشتغل قسيسه او في كنيسه ما، اقول له هذه لا تعتبر كنيسه ولا علاقه لهؤلاء بالسيد المسيح. اللي يعمل كده فهو خاطي، وهو بعيد كل البعد عن السيد المسيح. أي حاجة تصدر مخالفة للشريعة السماوية أقول لكم هذه خطية ونحن نرفضها. ولذلك إحنا أولاد ماري مرقس كلنا حراس على الكتاب المقدس وعلى العقيدة.